تاسيس عصبه الدرعه فيلالت من بعد منو كانوا يعني بزاف ديال المتغيرات خصوصا الطعن اللي تقدم من طرف المرشح المنافس لكم. هضرنا على هذا الاشكال اللي كانت وقعت فيه انتخابكم انتم على راس الرئاسه ديال هذه العصبه، وفين وصل هذه يعني الاجراءات الاداريه المتعلقه بهذا المشكل؟ بالنسبه لهذا الشق هذا السؤال ديالكم اللي تيهم الطعن اللي تقدم به المنافس ديالنا يعني في الانتخابات اللي تعقدت نهار 4 ديسمبر، ولله الحمد من بعد الاجراءات اللي تخنص على صعيد الجامعه سواء من اللجنه الانتخابيه وتصدر الحكم ابتدائي من بعد ترفع الملف لجنه الاستئناف التابعه للجامعه اللي مؤخرا صدرت قرار تزكيه الرئيس والمكتب المنتخب في يوم 4 دجنبير. اكيد انه ضيعنا بزاف ديال الوقت، ولكن هذا ماشي خطا ديالنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حاليا حنا منذ تقريبا 15 يوم حنا كنشتغلوا من بعد ما توصلنا بالقرار ديال لجنه الاستئناف في الجامعه اللي تيزكينا باش نشتغلوا، بدينا الشغل ديالنا كاداره. هيكلنا العصبه، درنا اللجان الجهويه، وجدنا مقر ان شاء الله في القريب العاجل غادي التجهيز ديالو، ثم ايضا غادي في الاسابيع القليله المقبله غادي دار اداره تقنيه ثم مديريه جهويه للتحكيم، ثم ايضا خلق موظفين والرسميين في الاداره اللي غادي يشتغلوا ان شاء الله، ثم ايضا في الاسابيع القليله المقبله والايام القليله المقبله ان شاء الله غادي تعطى تاريخ انطلاق جميع البطولات في الجهه ان شاء الله، من بعد ما يكملوا الجهات اللجان الجهويه المقترحات ديالهم يترفعوا للمكتب اللي غادي يصدق عليها ان شاء الله، باش يمكننا نعطيو تواريخ للانديه سواء القسم الممتاز ولا القسم الشرفي الاول والثاني، وكذا البطوله النسويه والبطوله داخل القاعه. كيفاش كتدبروا انتم باش تجاوزوا المعيقات ديال يعني الهيكله والتاسيس ديال العصبه بدرعه فيلالت؟ بالنسبه للانخراط الانديه فتحنا درنا اعلانات على اساس باش الانديه توضع الملفات ديالها القانونيه لدى الاداره ديال العصبه. الواجب اللي غادي يديو الانديه اللي كانت قبل في العصبتين ديال عصبه الجنوب اللي كانوا تابعين لعصبه الجنوب وعصبه مكناس تفيلات يديو واجب المشاركه في البطوله. ودرنا ايضا اعلان بالنسبه للانديه الجديده اللي عندها الرغبه باش تنخرط في العصبه الجديده ديال درعه تفيلات باش ادي واجب الانخراط ديالها واجب المشاركه في البطوله. اكيد ان الانديه اللي كانت سابقا كتمارس ما غاديش تادي واجب الانخراط، غادي تادي فقط كما سبق اللي ذكرت واجب المشاركه في البطوله، وحنا بصدد باش نتصلوا بالملفات ديال الانديه من بعد ما يتصادق عليهم من طرف لجنه القوانين والانظمه ويتحيلوا على اللجنه الماليه باش يمكن الانديه يديوا الواجبات ديالهم في الوقت المحدد ان شاء الله. شنو كتوعدوا يعني الناس بخصوص المتبعين ديال كره القدم بجهه درعه تفيلات؟ اكيد انه انتظارات كثيره، ولكن ولله الحمد كاينه اراده وكاينه رغبه عند الجميع سواء المكتب المديري ديال العصبه ولا اللجان الجهويه، ثم ايضا لكل المتدخلين باش يمكننا يكون اقلاع رياضي حقيقي للجهه، لان كما قلت انتظارات كثيره تنظر لها سواء في التكوينات سواء في البنيه التحتيه سواء في الدعم، هادشي كامل ان شاء الله غادي نشتغلوا عليه باش يمكننا ان شاء الله نعطيو للجهه ديالنا ما تستحق من العنايه.